أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن أو هل تجوز قراءة القرآن وفي ثوب نجاسة؟ لا بأس بذلك، ما يشترط لقراءة القرآن أن تكون الثياب طاهرة، وإنما تشترط الطهارة من الحدث، تشترط الطهارة من الحدث إذا أراد أن يقرأ من المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر. ولو أراد القراءة عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ إذا كان الحدث أصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، وأما الذي عليه حدث أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يجوز أن يقرأه من المصحف مع مس المصحف. نعم.